بسم الله. برنامج فيزيو بيخليك ترسم اشكال زي البيزك دياجرام او اورجانيزيشن شارت او تايم لاين او هوم بلان. يعني ممكن ترسم مخطط للبيت بتاعك بطريقه سهله جدا. وليكن مثلا هو بيسالني هنا اول ما دوست بيقول لي عايز بالمتريك ولا باليو اس يونت. احنا غالبا بنشتغل بالمتريك. كرييت، فبيبدا يفتح لي لوحه جديده. تمام، اقدر اقول له انا عايز ارسم روم. تمام، تقدر تنسى كذا كذا روم جنب بعض، يعني مش لازم روم واحدة، لا تقدر تحط روم تانية جنبيها. تمام، بالشكل دوت تقدر تكبر فيها زي ما انت عايز. تمام، خلينا نعمل زوم عشان نقدر نتحكم اكتر. تمام، وتقدر ترسم اي حائط انت عايزه. كده رسمت حائط اهوت، ممكن ارسم حائط تاني واقول خلي الحائط ده مثلا هنا وخلي الحائط ده هنا. تمام، تقدر ترسم دور بالشكل دوت وتقدر تكبره وتقدر تعمل له روتيت لو انت عايز. تمام، تقدر ترسم تي روم تحطها بالشكل دوت، تقدر تتحكم فيها. بسهولة جدا تقدر ترسم اي حاجة انت عايزها، ترسم اي سبيس انت عايزها، تقول دي مثلا السبيس ديت. تمام، تقدر تحط فرنيتشر وليكن مثلا الكرسي الصغير دوت، تقدر تحط صوفة هنا مثلا. لو انت عايز ترسم تعرف شوية معلومات عن الشكل دوت، تقدر تقول له انا عايز مثلا annotation، فتقول له انا عايز تكست مثلا او بوكس كول اوت او علامة سيكشن مثلا بالشكل دوت. تقدر تقول له انا عايز اعرف اي معلومة مثلا انفو لاين معلومة عن الخط دوت. عايز تحط مثلا بنش مارك تشاور كويك شيب انوتيشن. لو انت عايز تحط حاجات خاصة بالحمام موجودة هيت الكابينت البيلدينج حاجة مثلا زي ديت. وتقدر تتحكم في مسافتها زي ما انت عايز ومكانها. فبتعمل مخطط للشكل اللي انت عايزه. ونقدر نيجي نقيس برضو من درونج تولز. الاقي هنا ميجر تولز، تقدر تقيس، تقول له مثلا عايز اقيس مثلا من النقطة دي للنقطة ديت، فيكتب لك المقاس من هنا لهنا قد ايه، من هنا لهنا فيكتب لك المقاس قد ايه. فبيديني بعض الادوات الكويسة جدا اللي تخليني ارسم مخطط بسهولة جدا، وبيديني ادوات كتيرة جدا نقدر نبص عليها. هنا دي اشكال كتيرة ممكن تعمل كلاود بشكل دوت، بالشكل دوت تقدر ترسم اشكال سريعة زي ويندو مثلا او دور. وتقدر تغير فيها زي ما انت عايز. وتقدر تسيفها، وتقدر تطبعها، تقدر تشاركها على الايميل، تبعت لاي حد، تقدر تعمل لك سبورت كبي دي اف او ملف اكس بي اس.